نظمت شركة كار باورشيب المالكة والمشغلة لبواخر الطاقة في لبنان يوم الأربعاء 19 أيلول جولة صحفية على متن الباخرتين التركيتين فاطمة جيل سلطان وأسراء سلطان الراسيتين مقابل معمل الزوق الحراري. تخلل النشاط شرحا مفصلا عن عمل الباخرتين من قبل ممثلها في لبنان المهندس رالف فيصل. تلتها جولة تقنية على الباخرة إسراء سلطان المقدمة مجانا والتي يتخطى إنتاجها 200 ميجاوات والدور الذي تلعبه في تأمين التغذية الكهربائية لمناطق كسروان وجبيل والمتن. اختتمت الجولة بحفل غداء على شرف الصحفيين المشاركين.